ماذا تعني الحرية؟ هل هي تحرر من كل قيد وتفلت من كل ضابط؟ كيف نمارس الحرية في حياتنا الاجتماعية والسياسية بعد الثورة؟ ما هو الحد الفاصل بينها وبين الفوضى؟ وهل نحن في حاجة اليوم إلى أن نحمي الحرية من خطر الحرية التي يمارسها بعضنا؟ حريتنا في خطر، موضوع حلقة زدني علما على قناة القلم.